الرئيس السيسي يؤكد أن الادعاءات التي أثيرت مؤخرا محض افتراء وهدفها تحطيم إرادة المصريين. الرئيس الإريتري يبحث بالخرطوم مع رئيسي المجلس السيادي ومجلس الوزراء العلاقات الثنائية. وترامب يؤكد مقتل حمزة بن لادن في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب. الخامسة مساء الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الادعاءات التي انتشرت مؤخرا محض كذب وافتراء، وفي مداخلة له خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، قال الرئيس إن أي سد لم يكن ليبنى على نهر النيل إلا بسبب ما حدث عام 2011، وأضاف أن الدولة المصرية تشهد بالعاصمة الإدارية الجديدة إنجازات سيتحدث عنها العالم أجمع. وصل رئيس الإريتري أسياس أفريقي إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن أفريقي سيعقد مباحثات مع رئيسي المجلس السيادي ومجلس الوزراء لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في الإقليم. فتحت قوات الجيش السوري ممرا آمنا للسماح لسكان مدينة إدلب شمال غربي البلاد بالمغادرة. وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية السورية أن الجماعة الإرهابية المسلحة منعت المدنيين من مغادرة المناطق والخاضعة لسيطرتها عبر معبر أبو الدهور. وأضافت أن الجماعة المسلحة أطلقت نار على سائقي السيارات في إدلب ومنعوهم من الخروج. كشف مصدر عسكري عراقي أن قوات الجيش ستتمركز بالقرب من حدود المدن العراقية، وذلك بعد تسلم الشرطة المحلية الملف الأمني. وأضاف المصدر العراقي أن إخلاء الأحياء السكنية من قبل الجيش يمنح شعور للمواطنين بتحسن الأمن ويخفف من الظواهر المسلحة في الشارع. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل حمزة بن لادن نجلي زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب. وقال البيت الأبيض في بيان إن العملية تمت في منطقة الحدود ما بين أفغانستان وباكستان. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.